أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في قول الله تعالى في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول هل تدل هذه الآية على إثبات اليدين لله جل وعلا؟ على إثبات اليدين لله جل وعلا. هذه ليست من آيات الصفات، يعني لا تتسرعوا قبل أن يحكم الله أو يحكم الرسول، لا تتسرعوا في الأحكام على الأشياء بدون دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا إساءة أدب مع الله ومع رسوله. نعم.